عزيزه بوجريده رئيسه جمعيه نساء مراكش. اليوم حنا جد مسرورين على هذه المبادره اللي درنا تاع تحقن الدم مع المركز تحقن الدم اللي جات مع الفتره ديال العيد الكبير. وحنا اليوم جد مسرورين من الخمسه للثمانيه لقينا واحد الاقبال اللي هو كبير، وباقي تنطلبوا الله وكنترجوا انهم يجيو عندنا ناس اخرين اللي يتبرعوا بالدم في هذه الوقيته، لانه كاين واحد الخصص كبير تاع الدم. والحمد لله كان واحد الاقبال اللي درنا غير مع الاعلاميين ومع الفنانه، درنا واحد الاشهار مده اسبوع اللي عطى هذا الاقبال الكبير. كنشكر الاعلاميين، كنشكر الفنانه، كنشكر المركز تحقن الدم، كنشكر كل من حضر معنا اليوم وعطى دم من ذاته للناس اللي محتاجين ليه. وكنتمنى اننا هذه المبادره نعاودوها ويعاودوها جمعيات اخرين اللي كنتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله ما غيكون غير الخير، لانه مورا العيد غادي نحاولوا نديروها في بلاصه اخرى ولا نعاودوها في نفس السونتر ان شاء الله باذن الله. شكرا لهبه بريس. كيفاش تلقاو المواطنين هذا الطلب بعد الخصاص اللي كيعرفوا المركز الوطني لتحقن الدم؟ الحمد لله كيف قلت لك مده اسبوع، يعني ما خدالناش الوقت بزاف، اننا مده اسبوع درنا الاشهار في الجرائد ودرنا الاشهار في لي ميديا، وعاونونا بعض الفنانة والجمعيه ديالنا اننا بارطاجينا، وكان واحد الاقبال اللي هو كبير من عند الناس واستوعبوا الفكره نتاع انه كاين واحد الخصص اللي هو كبير في مدينه مراكش. والحمد لله كان واحد الاقبال. كنشكر جميع اللي جا وحتى اللي ما حضروش وحتى اللي مرادوا وجاو لعندنا وتعاطفوا معنا، كنشكرهم بزاف على هذه المبادره. السلام عليكم، انا عضوه في جمعيه مراكش سميتي زين بالعلوي. بالمناسبه عيد الاضحى درنا هذه المبادره لانه عندنا خصاص في الدم، درنا هذه المبادره ديال الدم والعطاء ديال الدم، وجاونا الناس كثار تبارك الله. وتنشكروا الفنانين، جميع الفنانين اللي جاوا عندنا وساهموا معنا في هذه المبادره، وتنشكروا السيد الوالي وجميع الاعضاء اللي تعاونوا معنا باش نديروا هذه المبادره في ميناغامول. تنشكروا السيد المدير العام ديال ميناغامول اللي عطانا الفرصه اننا نديروا المبادره هذه، المبادره ديال الدم في ميناغامول. شكرا بزاف لكم. انا اليوم جيت باش نشارك في هذه الحمله ديال تبرع الدم، حيت قطره الدم وحده ممكن تنقذ بزاف الناس. الهدف المبادره اللي كنتي بها باش حيت قطره الدم ممكن تنقذ اي انسان محتاج لهذا الدم. كتطلبي من الاخوان فريده باش يجيو يتبرعوا؟ اييه، تنطلب من كاع الناس يجيو يتبرعوا الدم، لان هذه المناسبه تجي لهم ميدان. كنطلب من كاع الناس اللي ممكن وعندهم القدره الصحيه انهم يجيو يتبرعوا بالدم، ما حاجه بسيطه ممكن تنقذ الاف البشر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.